قام بوي قام وصلنا يلا بوي يلا آه. وصلنا حبيبي وصلنا الخبر يلا آه. ايه يلا الحمد لله على السلامة يلا عطى عطى اغراض عطى الله يا وعد مشوار يا النور ما ادري احنا ماسكين طريق غلط طولنا طولنا والله يلا يا الحمد لله على السلامة يا اخوي عاد الحمد لله على السلامة يلا ابوي يلا عاد طولنا في المشوار تصدق واجد طويل المشوار سبحان الله يلا شلون؟ صحت ما وصلنا ما وصلنا هذا اللوكيشن الموقع اللوكيشن ابوي يلا يلا ابوي يلا يلا شلت اغراضك كلهم ايش فيك؟ محلنا ذا العمارة هي والله العمارة وينها؟ تأكد هذا موقعنا انا خبر هذا هو زاوي وعند اللمبة احنا العمارة كانت ما كان يم العمارة في لمبة صح انت وياها صح اي عمارة خمسة طواب طواب تنهت يوم ليلة بصاحي يعني. تأكد بصاحي جوتية بدويش لقيت لقيت بدور شو تدور يا نوري عمارة من منوخ هو اللي سحبوها ولا شيء صير سحبوها يمكن يسحبونها راح شو سحبوها يمكن ودوها منوك جيت وجهي شكل انهدت منوك هدموها يعني سبحان الله اركب زين نفسك طيبه اركب اي وين في وين في العماره تدلهم هذه العمارة لا 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 عاد لا لا خلاص 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 لا لا خلاص اركب 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 يلا اركب خمة قصوا ودوني ارض فاضية قصوا علي يقولون هذا السكن والعمارة شلوها نهدت شنو شنو العمارة نهدت انشالت ارض فاضية مدينك وقال لك العمارة نهدت وشلوها ذا ويا ذا يضحك حتى بدويش قام يضحك عطى الاشطه بالعقال لا يضحك عليك عاد وين هلات ولا النوري افا سفلا افا ليش ليش عاد هلا حبيبي هلا بدويش بتكتبني هذا صباحكم الله بالخير حبايب قلبي البارحة أعلنت عن متجر كلاود حق حماية الجوال وكيبل الشاحن وقلت إنه الحماية والكيبل ب79 ريال بس أخطيت في شغلة صغيرة قلت شامل التوصيل والضريبة وهو شامل الضريبة فقط فناس كثير دخلوا الموقع وشافوا رسوم التوصيل وجالسين يرسلوني وأنا والله توني أنتبه فالعذر السموحة منكم جل من لا يسهو ومن لا يخطئ ما فينا واحد معصوم عن الخطأ للتوضيح 79 ريال الحماية مع كيبل الشحن ارفع الشاشة فوق على راسي قال جيب غدا السمك اليوم شفيك قام سناك بعد المرض يحط غدا لابك قام زين عاد شوي شوي اللي بيصحي واحد عاد يصحي باسلوب من المدر جايك من الساعه جايك واقف ديش تعبان قام زين بقوم 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 بس تكفى طلبتك تابع تطبق انا تادي ما اقدر اطبق تابي اقعد 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 تسلم تابي ابي قصيده روقان خليني اقوم من النوم وانا مزاجي عالي يا مرتضى يا راعي من الاصاله ايه انت جودك كريم وكرم ما يوصف لا تعجز وصافي توصفه ايه تركام تعجز وصافي توصفه ايه يا ابو الكرم والسخر اعطاه ملح مثيلي ايه وابك دروب الطيب مشينا فيها صار الطيب جودك جودك يا ايه. كريم الكرامه ايه وبعطياك ماله اول وتالي ايه سلامتك يا رقم دام انا والله يا عادل كنت بقوم أي. كنت بقوم أي. لكن بعد ما سمعت هالقصيده ذي والابيات المكسره ذي سكر باب سكر لا 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 خلاص خلاص بقوم
خلاص بقول خلاص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا قلب ان شاء الله ان شاء الله عشان تقوم تجي على مصر ان شاء الله ان شاء الله. عاجل يا عادل ايش فيك عاجل يا عادل؟ يلا ما فطرت انتوا اليوم؟ فطر بس جينا بنتغدى قبل ساعه فطرين تمام افتح افتح السلطة افتح امسك انت تاكل افتح 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 دقوس دقوس افتح افتح دقوس دقوس افتح 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 يلا 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 شطة بدويش ابي يلا يلا سم يلا سمو 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 يلا سمو بعد ما نسينا البارد تبي السويفه اللي عندي هذا سمك ولا تسوس تسرع علي ويا نوري من اللي قال اجبنا تعال بيان بس يلا سم يلا سمو 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 يلا سمو بعد ما نسينا البارد تبي السويفه اللي عندي هذا غادي سمعك ولا تسرع علي يا جبتك ويا نوري من اللي قال تعال بيان بس ولا كلمه انت وياه ولا كلمه يمكن بياني سمعك عم تبكي تعال كير بيان في سمعك كل حلوه موجود وفي لحن احنا انتم مفطرين قبل ساعه قبل ساعه مكلي شال غادر اللي الحين هاي بكر فيها قدام غادي بعد أقول لكم بخليكم أنا لازم جدتكم في القصيدة سم أنتم الذين لا تستحون على وجوهكم سفهات السفهاء ولا تستحون يلا ما تحترمون ولا تقدر المقادير أنا الشاعر الغفلة قدروني كل التقادير للأسف خاب ظني فيكم كل الخيار كمان خاب فيكم كل الخيار